السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شوكم شباب؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد وياكم سمرة من قناة كيف. طبعا شرحنا هذا اليوم هو كيفية تصميم لوجو بسيط وجميل ايضا بنفس الوقت. طبعا راح يكون الشرح سهل وبسيط، خليكم وياي. اللي راح نسويه كالتالي: اول شيء نضغط على هذه ضغطة طويلة ونختار الراوند ريكتانجل تول، نضغط عليها، ايضا نجي على هذا الفراغ الابيض، نضغط ضغطة بالماوس، نختار الويث والهايت يعني ارتفاع وطول 100، ايضا نختار الكورنر راديوس 60 ونضغط على اوكي. بعد ما ضغطنا على اوكي نجي نضغط ضغطة طويلة، ايضا نختار المربع. بعد ما اختارين المربع نسوي الشكل كالتالي، نجي على هذا اللير بعدين نحدد الى هنا، يعني من هاي اختار يعني هاي الزاوية او هاي المسافة، نحدد نحط المربع. الجهة الثانية كالتالي، نلاحظ هذه طلعت، نختار المربع اللي راح يطلع لنا نحطه بالوسط. بعدها نحدد هذا اللير، نروح على ويندوز باث فايندر، نضغط على يونت هذا الشكل، يونت اول وحدة راح يطلع لنا تصير بهذا الشكل. بعدها اللي راح نسوي انه راح نحدد اللير، نضغط على كنترول ونحرك، نضغط ونحرك بالماوس على مود ندبل اللير. بعدها نضغط بالكليك الايمن، نضغط على ترانسفورم، نروح على ريفليكت، نضغط احط على هوريزونتال، بعدين ننقل الشكل على الجهة الثانية، بده يكون بالساوي. بعدها اذا نريد نسوي على شكل اربع ليرات من هاي، نحدد هاي الاثنين، نضغط على كنترول ونضغط بالماوس ونسحب. بعد ما نسحب نضغط على نحدد اللير، كليك يمين، نروح على ريفليكت هوريزونتال اوكي. طبعا راح يطلع لنا الشكل بهذه النتيجة. تقدر تختار اللون حسب اللي انت تريده، مثلا يا لون انت تحب تختاره من قائمة الالوان. هذه نهاية الشرح، اتمنى ما تنسون تسوون لايك وتشترك بقناتي اذا كنت ما مشترك، لصلك جديد القناة. مع السلامة.